السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. كل السنة وأنت طيبة. اللهم معلش يا دكتور، أنا أستأذن حضرتك بس في سؤالين. معلش معلش يا دكتور. بص يا دكتور حضرتك، أنا إحنا سبع بنات. الله أكبر. سمعني يا دكتور. الله أكبر. الله يا رب ربنا يخليك يا دكتور. إحنا الحمد لله الستة متجوزين، والولد متجوز، بس في واحدة بس مش متجوزة. هي عندها 43 سنة. يعدلها لها ربنا ويسترها معاها أو يرضيها باللي هي عليه يا رب يا دكتور. بص يا دكتور، هي الوحيدة اللي عايشة مع ماما وبابا. المشكلة ماما سنها كبر الحمد لله. بص هي والله العظيم يا دكتور، أختي بتعامل أبويا وأمي بما يرضي الله، بس وبتحاول ترضيهم على قد ما تقدر، وبتصلي وبتصوم وراحت عمرة الحمد لله ربنا كرمها، بس ماما زي ما تكون مش طايقاها عشان هي مش متجوزة. يعني هي فكرها إن هي إيه بتحب تجوز البنات وكده، بس دي حاجة غصب عنها، هي ما اتجوزتش، يعني إيه نصيبها ما جالهاش. هي اختي راضيه وكل حاجه، بس ماما على طول بتتخانق معاها ليل ونهار، حتى لدرجه ساعات بتدعي عليها. فانا بس اختي والله يعني بتعمل لها كل حاجه، حتى بتلبس الشراب لابويا وبتعمل لهم كل حاجه والله، وممكن ما تخرجش عشان خاطرهم، يعني بتحاول تراضيهم بقدر الامكان. هل ربنا برضو هي عايزه بس تسمع منك كلمه، هل ربنا ممكن يستجيب منها؟ هيجبر ربنا خاطر اختك وهيرضيها وهيكافئها، ومش هيستجيب دعاء أمك عليها. دي قاعدة خدوها احفظوها. أنت لو عملت مع الأب والأم أو الجن البني، مفيش جن بني ولا جن أزرق، لو عملت أي حد في التاريخ في الدنيا معاملة ترضي ربنا وهو دعا عليك، لا يستجيب الله. الكلام ده نعرفه في الدنيا، تلفق لي تهمة ألفق لك تهمة لا قدر الله. إنما عند المولى عليم فلا يستجيب دعاء ظالم. أمك ظالمة غصب عنها، نفسها ثقافتها بقى كبيرة في السن، وكان نفسها الأمورة تجيب عيل يتخرج في الحقوق ويتدرب عند محامي كبير وطلع كارنيه نقابة ويشتغل كده محامي، وتقول أهلا يا ابن بنتي وبتاع، على قدها غلبان، النصيب ما جاش. واختك زي ما بتقول طيبة وبتصلي وبتخدم ابوها وامها. الجواز اخوانا خدوا كلمة لله وكلمة ليها، الجواز مش هدف استراتيجي من غير تعطيش الجيم، يعني انا اقدر اعطش ابوها بس بستخف بنعيان همه. الجواز مش هدف. انبياء كسيدنا عيسى عليه السلام لم يتزوج، وسيدنا يحيى عليه السلام لم يتزوج، وابن جرير الطبري من السادة العلماء جار الله الزمخشري على الصحيح لم يتزوج، كتير جدا من العلماء لم يتزوجوا. خربة الدنيا، وجد ما يشغله. وفي مسألة فقهية يعرفوها السادة الفقهاء، أيهما أولى، التفرغ للعبادة أم الزواج؟ شفت المقارنة بين إيه وإيه؟ يعني يجوز أن يفرغ الإنسان نفسه للعبادة ولا يتنيلش، ولا يتنيل، هتجيب اللي تشغله و و و و و و. أما الفرود اللي ما يطقش الحياة من غير واحدة ست ومعاه، فزواجه واجب. اللهم بلغت، اللهم فشل.